السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن جوار دكان اسمه صديق. صديق من مليح؟ صديق عبد الله سيف. صديق عبد الله سيف، نعم. هنا جبل مطحن، هذا الجبل الساجد، هذا جبل التجار، هذا الجبل المشايخ الذين ساهموا والذين قدموا والذين أشرفوا والذين وقعوا والذين سهروا والذين راسلوا من أجل المشروع الخيري العظيم لعامة الناس. شكرا لمن ساهم ولمن قدم ولمن أشرف ولمن راسل. هذا الجبل في عمالقة من المشايخ والتجار والمحسنين والمصدقين، بارك الله لهم في حالهم وأولادهم. إذن من هنا من ولي علبة نراسلكم. وهذا جبل مطحن، جبل الخير والمحبة والأخوة. وهنا برضو غابات، وهنا غابات فعلا، غابات وصاب العالي.